بني سويف، ننتقل إلى محافظة الشرقية، ومعنا من هناك الصحفي أحمد علي. أحمد، لو تضعنا في تفاصيل الحراك الثوري في محافظة الشرقية اليوم. نعم أيمن، الآن ينتفض الثوار من مدينة أبو كبير وأبو حماد والعدوى بهيهيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، وكذلك هو الحال في مدينة قصر صقر. خرجت مسيرات حاشدة، انتفض الآلاف من الثوار من قصر مدينة أبو كبير وكذلك من مدينة أبو حماد، الآن ينتفضون ويهتفون بسقوط حكم العسكر في مشهد ثوري مهيب. كان الثوار صباحا قد انتفضوا من مدينة الزقازيق ومدينة الحسينية وكذلك مدينة فاقوس ومدينة ديار دمشق والعاشر من رمضان، وكذلك هو الحال في مدينة هيهيا. أبرز الشعارات والهتافات التي يرددها الثوار الآن تحمل سلطات الانقلاب المسؤولية عن دماء المصريين في الداخل وفي الخارج، ويهتفون بسقوط حكم العسكر. هناك أيضا داخل هذه المسارات رصدنا حرق لإعلام أمريكا والكيان الصهيوني، هناك أيضا يرفعون بكثافة أعلام مصر وإشارات رابعة وصور الرئيس محمد مرسي. هناك أيضا من الثوار من يرفع لافتات تندد بتردي أحوال البلاد وتفاقم المشكلات، خاصة مع تفاقم مشكلة اسطوانات الغاز وعودة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي من جديد في مدن ومراكز محافظة الشرقية، ولعل هذا يعني السبب ما لمسناه اليوم في الأعداد الكثيفة التي خرجت من جموع الأهالي الغير مسيفين والغير محسوبين على أي طرف سياسي. خرجوا ينددون بتردي أحوال البلاد وتفاقم المشكلات. رأينا أيضا من يرفع لافتات تقدم اعتذار ل